مبروك، انت خلفتي ولد وبنت حلوين قوي. لا انا كنت بحسبهم بنتين، انا مش عايزة الولد ده. انا مش فاهم ايه المشكلة. المشكلة ان ده ولد وانا مش عايزة اولاد، انا عايزة بنات بس. انا مش عايزة حد يفكرني بابوهم اللي سامني وانا معرفش مكانه، وكمان الولد طلع شكله بالظبط، انا مش عايزة افتكره ابدا. انا اسف بس دي الحقيقة، انت بقى عندك ابن. طيب انا ينفع اخد البنت بس واسيب لكم الولد؟ انا مش عايزة، انا مش عايزة اي حاجة تفكرني بابوهم. لا طبعا ما ينفعش، خدي ابنك البيت وخدي بالك منه. الفكرة دي غبية قوي، بس انا مضطرة اخده معايا. اليوم في حياتي يا ملك، انا فخورة بيكي جدا. شكرا قوي يا ماما. عارفة يا حبيبتي لو كسبتي المسابقة دي انا هجيب لك كيسة كبيرة قوي. بس المسابقة دي صعبة قوي يا ماما. لا ما تقوليش كده، انت لازم تكسبي المسابقة علشان تاخدي المنحة اللي هتقدر تدخلك الجامعة الامريكية. ازيك يا ماما، انا دخلت المسابقة انا كمان. مالك انت اكيد بتهزر، انت ازاي عملت كده؟ ايه ده يا ماما، انا بحسبك هتبقي فرحانة. لا مش فرحانة طبعا، انت عايز تاخد المنحة من اختك. لا طبعا يا ماما، انا عايز ادخل الجامعة الامريكية انا كمان. وانا ما يهمنيش، المهم اختك هي اللي تدخل الجامعة، هي تستحق ده، ومش عايزاك تتكلم في الموضوع ده تاني. ايه ده انا جعان قوي، انا هقوم اشوف ماما عملت لي اكل ايه. ملك هي ماما ما سبت ليش اكل؟ لا يا مالك، هي عملت لي السندوتش ده، في خيار في التلاجة جوه لو عايز. لا طبعا انا مش هتعشى خيار، بس انا عايز اكل. هي ماما فين؟ انا معرفش ماما فين، ممكن تروح تدور عليها. ايه ده يا ماما انت بتعملي ايه؟ انا استحالة اخليك تكسب اختك في المسابقة، علشان كده ولعت في الكتب بتاعتك. ايه ده يا ماما، طب المسابقة انا كده مش هعرف اروح الجامعة الامريكية. مش مهم، المهم ان اختك هي اللي تدخل الجامعة. انا ابنك برضو يا ماما، ولازم تهتمي بيا. انا اصلا ما كنتش عايزة اخلف ولاد، واختك هي اللي هتدخل الكلية اذا كان عاجبك. ماشي يا ماما انا هتصرف. ازيك يا جدو؟ ازيك يا مالك، فاتك تجربة جميلة دلوقتي، انت بتعمل ايه هنا؟ انا عايزك تساعدني يا جدو، ماما حرقت كل الكتب بتاعتي، وانا كنت محتاجة اذاكر علوم عشان المسابقة بتاعتي. خد الكتاب ده، جميل جدا في العلوم، هيساعدك قوي، اهم حاجة تكسب في المسابقة وتطلع الاول. شكرا قوي يا جدو، الكتاب ده هيساعدني ان شاء الله. ويعتبر الكبد أكبر عضو في جسم الإنسان. الحمد لله أنا ماشي في المسابقة كويس جدا. مالك أنت إزاي كده المسابقة وعرفت المعلومات دي كلها منين وأنا حرقلك الكتب كلها؟ أنا رحت لجدي وهو إدالي الكتاب بتاعه. إيه ده كمان؟ رحت لجدك كمان؟ ايوه انت حرقتي كل الكتب بتاعتي، انا كان لازم اتصرف. وانا قلتلك 100 مرة ملكش دعوة بجدك ده. انا مش عارف انت بتكرهي جدي ليه كده، مع انه ظريف جدا. استحالة يكون ظريف، اكيد زي باباك اللي سابنا ومشي. وانا مامتك وبقولك اوعى تروح له تاني ولا تتكلم معاه تاني. ايه ده الكتاب بتاعي راح فين؟ انا كنت سايبه هنا.
مالك، احنا ماشيين رايحين المسابقة، لو ما كنتش في خلال دقيقة هنمشي. لا يا ماما ثواني، انا لسه بدور على الكتاب. ايه ده؟ ده سابوني ومشيوا. هي ليه بتعمل كده؟ انا لو ما لحقتش المسابقه مش هقدر ادخل الجامعه، انا لازم ادور على الكتاب. انا كنت متاكد ان انا هلاقيه في اوضه ماما، بس هروح المسابقه ازاي؟ حتى لو جريت مش هلحق. انا هكلم جدي لازم يوصلني. انا فخوره بيكي جدا يا حبيبتي انك كسبتي المسابقه. ايه ده يا ماما، انتوا سبتوني ومشيتوا ليه يا ماما؟ وايه الكاس اللي في ايدك ده يا ملك؟ هي المسابقه خلصت؟ ايوه المسابقه خلصت، واختك هي اللي كسبت. ليه كده يا ماما؟ وبعدين استنى، الراجل ده بيعمل ايه هنا؟ هكون بعمل ايه، جاي اساعد حفيدي. انت مش من حقك تبقى موجود هنا اصلا. وانت مش من حقك تعامليني كده، انا مش عارف انت متضايقه على طول ليه. علشان من بعد ما ابنك سابنا عمرك ما سألت علينا. ويلا أرجوك امشي دلوقتي. ماما جدي كان بيحاول يساعدني. خلاص لو بتحبه قوي كده روح عيش معاه وملكش دعوة بيه ده تاني. ازيك يا جدي، انا جبت كل الحاجة بتاعتي. بس اتأخرت ليه وشكلك حزين ليه كده؟ انا متضايقه علشان ما كسبتش المسابقه، كان نفسي ادخل الجامعه الامريكيه جدا. انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي، انا حاسس ان انا فاشل. ايوه دي حقيقه انت فاشل. قصدك ايه يا جدو؟ انت فاشل عشان ما قدرتش تروح المسابقه في الوقت بتاعها. بس دي مش غلطتي. وكمان فاشل عشان ما عرفتش تتصرف في الكتاب وجيت خدت الكتاب بتاعي. انا بس كنت محتاج مساعدتك. متهيألي لازم تسيبك من الأحلام اللي انت عايش فيها وتعترف انك فاشل. انا كده عرفت ماما بتكرهك ليه، انت شخص وحش قوي، وهثبت لك انك غلط وهدخل الكلية. انا مش عارف اعمل ايه، انا هروح لأختي ملك. ازيك يا ملك. ازيك يا مالك، مبسوطة اني شفتك. ايه اخبار الكلية بتاعتك؟ الكلية حلوة جدا. انا كان نفسي ادخل الجامعة دي قوي، بس ماما عملت كل حاجة عشان ما ادخلهاش. انا طبعا فرحان انك دخلتي، بس كان نفسي ابقى معاكي قوي. الغريب بقى اللي انا اصلا ما كنتش عايزة اروح الكلية دي، بس ماما هي اللي غصبت عليا. ايه ده انت بتتكلمي بجد؟ ايوه انا ما كنتش اصلا عايزه ادخل المسابقه، بس انا عايزه اساعدك. هنا في كتب كتير قوي، انت ممكن تقعد تذاكر فيها، وكمان هنقعد نتكلم مع بعض. شكرا قوي يا ملك، انت فعلا وحشاني قوي. انت الوحيده اللي فعلتي بتساعديني، وانا هحاول اذاكر علشان اروح الجامعه السنه الجايه. بس انا عندي طريقه هتخليك تدخل الجامعة السنة دي، بس الأول لازم نروح لماما. ملك أنا مش عايزة أرجع البيت. لا يا مالك لازم ترجع تكلم ماما، ما تقلقش مش هيحصل حاجة. يا رب. ازيك يا ماما. ازيك يا ملك. ايه ده مالك، انت بتعمل ايه هنا؟ صدقيني يا ماما انا ما كنتش عايز اجي، بس دي فكرة ملك. ايوه يا ماما دي فكرتي، وعلى فكرة يا ماما انا سبت الكلية علشان انا مش بحبها خالص، ومفروض ملك هو اللي يدخل الكلية علشان ده كان حلم حياته. يعني بعد كل التعب اللي تعبناه والمذاكرة دي كلها في الآخر تسيب الكلية؟ على فكرة دي غلطتك يا مالك.
غلطتي ازاي؟ انا مالي يا ماما؟ اكيد انت اللي اقنعتها تعمل كده، وعارف ان اختك هتوافق. لا لا بحصلش يا ماما، دي فكرتها هي، هي اللي مش بتحب اصلا الكليه دي. ايوه يا ماما، مش عايزه اسمع صوتك خالص. انت السبب يا مالك، اطلع بره البيت يلا، روح لجدتك عيش معاه. مفيش فايده، عمرك ما هتتغيري. انا لازم اثبت لهم ان انا مش فاشل، واذاكر تاني وادخل المسابقه تاني وانجح فيها بمجهودي. والفايز في المسابقة السنة دي هو